السعودية أخيراً بتتوافق مع المغرب وتبدأ شهر رمضان في معاده الطبيعي المنطقي اللي ربنا بعتهن بالعلم. من كام سنة ديما السعودية ودول الخليج ومعاهم مصر بيصوموا قبل المغرب في تحدي مش طبيعي للعلم اللي ربنا بعتهن. الهلال بيظهر بطبيعة الحال من الغرب للشرق، فما كانش ينفع أبداً بأي حال إن الهلال يشوفوا مثلاً الناس في الجزائر قبل المغرب ولا في مصر قبل تونس، ما ينفعش، لازم من الاول يجي كده. يعني لو كان في حد ممكن يختلف السنين اللي فاتت كان المغرب تصوم قبل السعوديه، وده عمره ما كان بيحصل، كان دايما السعوديه تصوم مع المغرب يا قبل يا بعد المغرب، في كانت حاجه مش طبيعيه. السنه اللي فاتت طلع روحنا في واحنا بنشرح الموضوع ده، حد ما طلع كبير الرؤى في المملكه العربيه السعوديه وقال ايه، قال والله احنا بنشوف الهلال لكن احنا شفنا الهلال، ما شفناش الهلال مش احنا اصحاب القرار. امتى يبدا رمضان؟ كان يعني كان فيديو غريب وتم مسحه بسرعه من على اليوتيوب ويرجع تاني يتحط وهيرجع تاني يتشال. امال القرار في ايد مين؟ القرار في ايد الامير، في ايد الوالي، في ايد صاحب القرار، هو اللي يقول احنا رمضان جه ولا لا، مش بالهلال هي. فالحمد لله، الحمد لله اخيرا، لعل وعسى تكون بدايه خير ونتحد في اكتر من ملف. لما تيجي تبص يا اخي تشوف حتى في مجال الكوره تلاقي انه المغرب بيشارك اسبانيا والبرتغال، مصر بتشارك السعوديه واليونان. طب ليه ما كانت مصر بتشارك السعوديه وسوريا؟ تخيل كده كاس العالم بتعمل في المغرب والجزائر وتونس زي ما كان بيحلم زمان الحسن الثاني، يقول لك المغرب العربي، دول المغاربه. ولكن بداية رمضان الحمد لله منطقية كده، إن شاء الله يكون كمان متوافقين في ذو الحجة في موعد الحج عشان يكون موعد واحد، ما يكونش حتى الناس بتصوم عرفات وإحنا هنا لسه في المغرب الوضع مش بيعيد هناك في عيد الأضحى وإحنا هنا لسه العيد تاني يوم، هو عندهم عيد وإحنا صايمين يوم عرفات أو اليوم اللي قبل ذو الحجة، كان يعني بتبقى لخبطة كبيرة. الحمد لله بدايه امل في يحصل بقى الوحده اللي بتجمع، مش بنقول بقى العرب عشان الناس يقول لك لا ما هم مش العمليات ومش عرب، حتى مصر مش عرب والمغرب مش كلها عرب، عرب وامازيغ وصحراويين وهكذا. المسلمين يجمع المسلمين، وان شاء الله نشوف برضو المسابقات اللي حاصله في القران وفي السنه اللي بتنظمها في معظم دول الخليج وعلى راسهم الامارات، هي اللي لها باع كبير في الموضوع دوت، وطبعا المغاربه لهم باع كبير في حصد هذه الجوائز. فكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم مبارك على الامه كلها، ان شاء الله يكون حامل معاه يعني مسح لكل المآسي والمعاناه اللي بيعانيها الناس في اهالينا في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا. والله البلاد الاسلاميه كلها كل البقاع بتاعتها بتئن كلها، سبحان الله فيها ما فيها اللي ربنا عالم بيه، وربنا يسهل حاله. وكل سنه وانتم طيبين، وتحيا مصر وديما مغربها.